طبعا في عندنا قضيتين أساسيتين جدا 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 في إدارة شؤوننا حتى البيت. عندنا الشورى وعندنا الطاعة. حقيقة يجب أن نتفقهها جدا، الشورى والطاعة حتى في البيت، حتى الرجل مع أولاده وزوجته الشورى مطلوبة. الله عز وجل يقول في 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 الزوجة والزوج في في في, في موطنه من كتابه، خاصة في إدارة الأسرة والبيت. قال في موضوع الفطام حينما يريدون أن يفطم ولدهم، قال فإن أراد فصالا يعني فطام عن تراض منهما وتشاور، مما يدل على أنه الإرادة ينبغي أن تكون منبثقة بعد تشاور وتراضي. شوف يعني عجيب عجيب هذا الفقه الدقيق، تشاور وتراضي. والله يا أخواني لو أخذنا بهذا في حياتنا كلها لرأينا السعادة أو لعبينا عببنا السعادة عبا وشربناها شربا. يعني لا أدري كيف فعلا كيف تتصور بيت يغطيه أو تملأه الرضا والتشاور، بيت يملأه الرضا والتشاور، ليس في استبداد وليس في إلغاء للآخر. ثم الطاعة كما قلت، طبعا الزوج لابد من طاعته، لكن هو لا يستبد، يشاور، وأيضا يكون الجو جو رضا. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، هذه آية. الآية الثانية سورة الطلاق، أيضا حينما يختلف الزوجان أسكنوهن، يعني سكن الزوجة واجب، أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم، يعني على قدر حالك، إذا كنت غني يكون بيت على مستوى، وإذا كنت متوسط الوسط فقير على قدك، من وجدكم يعني مما أعطاكم الله على قدر مستواك المعيشي، أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضع حملهن. قال وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا يعني تشاوروا الائتمار، وهذا يسمى مؤتمر، مؤتمر بمعنى أن يجتمع الناس ويأتمرون، يقدمون ما يقدمون ويتشاورون ثم يخرجون بتوصيات يخرجون إلى آخره. فالله يقول هنا في البيت وأتمروا يعني تشاوروا بمعروف،